بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ هذه الحلقة من الشروحات، نأمل أن تكون خالصة لوجه الله تعالى. هذه الحلقة الأولى من برنامج الرسام. كنت أهزأ على برنامج الرسام كثير الاستهزاء، ولكن اتضح أنه برنامج خطير وقوي. بسم الله، برنامج الرسام بكل بساطة هو برنامج قديم جدا من ظهور الويندوز وطالع معنا، وعنده قدرات رهيبة. مشكلة بعض الأحيان تبدأ تتمشى بتدير حل لنفسك، يعني وهو موجود في ويندوز، وأنت تدور في الفوتوشوب وتدور في بعض الأحيان تدخل خدمتك بسيطة، فتستحق الشركة الاحترافية، يعني تستحق أنك تمشي أمورك. صورة بتقص منها شوية، بتحولها، بتعدلها، خلاص. صور، افترضنا أن عندك أنت نيو جديد، عندك نيو جديد وعندك رولر. برنامج يجي سمبل في الأساس، يجي سمبل. بعدين تقدر تعدل تضيف زي ما تبي. عندك السلكت تتحدث زي ما تبي، تقص هذا الجزء هذا. يعني عندك التصبيغ، عندك تزوق الخلفية بكامل بلون واحد. عندك الكالر بيكر اللي تاخذ لك اللون عندك المساحة. عندك الرصاص، عندك الكتابة باللغة العربية والإنجليزية، عندك التكبير والبروشس، الفرش اللي بتستعملها كان بتدير عملية طلاء ولا بتدير حاجة. يعني برنامج خطير وزعيم. عندك بعدين عندك انت الأشكال الرباعية والنجمية زي ما تبي، موجودة متاحة. يعني شيء خطير، هذا شيء، يعني شيء ما خسارة واحد يبدأ ما عندهش خلفية عن الموضوع، خسارة. تختار اللون اللي تبيه، برنامج خطير، خسارة انك ما تختمش بيه. وبعدين في الأخير بكل بساطة أنت تبي بتدير بريفيو، برنت بريفيو العرض ما قبل الطباعة، وتعدل تعديلاتك أنك تبي تكون على الـ A4، وتبي تخليها البورتريت عمودية أو لاندسكيب عرضية، وتحدد وضع الصورة هذه اللي عندك أنت، السنتر، وضع السنتر. يعني جميل، برنامج جميل. وهذا المارجن، حدود الجانبية للورقة، ورقة الطباعة، الفراغ اللي بيكون على الجنب، جنبي ورقة. يعني برنامج خطير جدا، تعدد زي ما تبي وتعلم. برنامج خطير، وفي الحفظ أول كلام هذا حتى متاح فيه، لأن أنت تاخذ حفظ باسم، تختار الحفظ باسم بي ان جي او جي بي جي زي ما تبي، بين تبيه ما حتى هو نفسه متاحه. برنامج ممتاز، برنامج ممتاز جدا. احلى ما في الموضوع انك انت تختم المشروع، مرات تخدم في مشروع يعني صفحه ابعاد صفحه البكسل. انت حاليا انت ما تفكر في الطباعه بورق الاي 4 على الطابعه العاديه وغيرها، انت تفكر انك تدير مشروع رسم كبيرة، رسمة كبيرة بكل البكسل بتاعها كبير. في البداية انت مهما كان خاطرك انك تدير مشروع كبير، بعدين الرسمة بتاعك وتقعد تكبر، كل مرة تضيف لها في محتويات، تضيف لها محتويات. كيف انك توسع تكبر زي ما تبيها، وتمشي خصائص، ندير بروبرتيز خصائص، اول وجهة انت على البكسل، الابعاد انت على الصورة بتحطها زي ما تبي. على سبيل المثال قلنا 5000، ولد 5000، لاحظوا معايا كيف ولت الارض على جنبيه. مثلا نبغى نزيد نكبروها بالهايت، الارتفاع نتاعنا، خلوها في المثال 4000. خلاص تكبرنا الصوره، هذه ميزه من المزايا. شكرا لاستماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.